أولا دعينا يعني نشير ونذكر أيضا كافة المشاهدين بأن هذه الليلة سنواكب ونتابع وإياكم يعني بالطبع مباراة المنتخب المصري. هناك تغطية خاصة في قناة i24 نيوز مع انتهاء الشوط الثاني من المباراة وحتى الساعة 12 ليلا. سنقوم بالطبع بتلخيص هذه البطولة، بالإضافة إلى ذلك سنتحدث بالطبع عن هذه المباراة وأيضا من سيحمل اللقب الإفريقي في نهاية المطاف. عودة إلى السؤال الأول فيما يتعلق يعني بمصر، لا شك بأن كما ذكرنا في الحلقات السابقة بأن مصر فاجأت الجميع بوصولها إلى المباراة النهائية. لم يتوقع أحد حتى في مصر أن يصل المنتخب إلى هذه المباراة، لكن يعني نحن أيضا توقعنا أن يصل المنتخب السنغالي، علما بأن المنتخب السنغالي هو أفضل المنتخبات الإفريقية، وهو يعني حتى من القيمة التسويقية هو من أفضل المنتخبات، وأيضا هو تربع على في المرتبة الأولى في هذه القارة، ولكن ما ينقص هذا المنتخب هو الفوز باللقب. الآن عودة إلى ماذا سيصنع هذا اللقب بالنسبة للمنتخبين. أولا إذا ما تحدثنا عن المنتخب المصري في حال فوزه باللقب فهذه هي الثامنة في تاريخه، وهي بالطبع يعني يمكن القول بأنه أكثر المنتخبات الثامنة نعم إذا في حال فاز، وهذا بالطبع هو أكثر المنتخب بالطبع المنتخبات. أما السنغال فهي تبحث عن اللقب الإفريقي الأول بالنسبة لها، ولكن إذا معدنا أيضا إلى المبارزة بين محمد صلاح وساديو ماني بالطبع هذا اللقب هام بالنسبة للاعبين اللذين يبحثان بالطبع عن الفوز بالكرة الذهبية. عادة ما ترتبط الكرة الذهبية أيضا بالفوز بالألقاب القارية، ولذلك يعني يسعى محمد صلاح وأيضا ساديو ماني، ولكن هناك رمزية أيضا من حيث الفوز باللقب. يعني بالنسبة لمصر هي عودة الكبرياء، عودة احترام لهذا المنتخب بعدما غادر كأس العالم من دور المجموعات بعد خسارته في أرض وأمام جمهوري في نسخة الأمم الإفريقية السابقة التي أقيمت في مصر، وأيضا فوز منتخب الجزائر. ومن هم اللاعبون أدهم يعني الذين يمكن أن يبرزوا في هذه المباراة؟ أولاً يعني بالتضاد قبل أن ننتقل إلى القاهرة، أفضل اللاعبين حالياً أعتقد في المنتخب المصري هو الحارس أبو جبل. هناك تقرير أعددناه هذه الليلة عن هذا الحارس، ولكن دعينا نشير إلى نقطة هذا اللاعب قبل هذه النقطة. أذهب دعني أنا أتوجه إلى القاهرة وإلى الأستاذ هاني سليمان المحلل السياسي. مرحباً بك أستاذ هاني معنا. يعني أستاذ هاني بداية، ما هي الأجواء في الشارع المصري دقائق قبل بدء هذه المباراة؟ نعم، دعيني أؤكد أن السياسة والرياضة كلاهما في الملعب، وبالتالي لا اختلاف كثير. يعني خلينا أقول أن يمكن أجواء القاهرة أول أيام عمل رسمي في الأسبوع، لكن هي أجواء بمثابة يوم عطلة رسمية، الجميع في الشوارع ويتجهز للمباراة، تبايعين الأعلام واحتفالات مبكرة بيوم المباراة في الشوارع، الكافيهات والمقاهي مكتظة عن آخرها والنوادي، وبالتالي لا مكان ولا مجال هادئ لكي حتى أنا فت على أكثر من ثلاث أو أربع أماكن حتى أجد مكان أستطيع التحدث لكم فيه بأريحية. يعني حالة من الاستعداد والتأهب الكبير وأمال عريضة على فوز المنتخب اليوم، رغم وجود تخوفات منتخب السنغال منتخب قوي، لكن في النهاية الشعب المصري والجماهير كلها تتابع المباراة وتتجهز لها بشكل كبير، واحتفالية وتجهيزات ربما أمال عريضة على المنتخب بعدما تحسن مستواه من مباراة لأخرى. نعم، يعني أستاذ هاني بعد ما حصل في المباراة السابقة وطرد المدرب المصري كيروش، هل برأيك سيؤثر هذا على حظوظ المنتخب المصري؟ يعني خلينا نتكلم بصراحة، إن ما جعل المنتخب المصري يصل لهذه المرحلة هي الروح الموجودة داخل الفريق وحالة الحماس وتطور المستوى. أستطيع أن أقول أن المدرب كيروش ليس هو المدرب الأقوى أو صاحب البصمة الكبيرة في أداء المنتخب، ولكن هي الشعور اللاعبين وحالة الحماسة. منتخب مصر، ودعني أقول بكل موضوعية، ليس أفضل فريق في القارة الأفريقية في هذا التوقيت، ولكن العمل الجماعي والروح الموجودة هي ما جعلت الفريق يصل إلى هذه النقطة، وبالتالي هذا ما نعول عليه، وغياب كيروش لن يكون ذا تأثير قوي أو كبير في معنويات اللاعبين أو تأثيره الفني في أرض الميدان. نعم، وسام فيما يتعلق بمنتخب السنغال بالإضافة إلى ساديو ماني، من هو اللاعب السنغالي الذي يمكن أن يؤثر على مجريات هذه اللعبة بعد قليل؟
عدة لاعبين لورينا. السنغال تملك أكبر كادر لاعبين في هذه البطولة، أكثر من 17 لاعب محترف في الدوريات الأوروبية وكلهم في الصف الأول في الفرق الأوروبية، من مندي حارس تشيلسي الذي يعتبر اليوم من أفضل الحراس في العالم إلى كوليبالي، كاليدو كوليبالي مدافع نابولي. هناك أيضا إدريسا جانا جوي وهو لاعب باريس سان جيرمان الذي يلعب في تشكيلة أساسية وهو مفاجأة للمدرب بوتشيتينو. وهناك أيضا عدة لاعبين كبامبا ديانج من مارسيليا وإسماعيل سار من واتفورد الإنجليزي وفامارا ديدو من ألانيا سبور التركي. القيمة السوقية التي تحدث عنها أدهم لمنتخب السنغال والمنتخب المصري على سبيل المثال، نرى هنا الفروق لورين. المنتخب السنغالي في القيمة السوقية هي 393 مليون دولار، بينما المنتخب المصري فقط 184 مليون دولار، منها 114 مليون دولار فقط لمحمد صلاح. إذا نظرنا إلى اللاعبين الآخرين كالحارس ولكن ليس القيمة السوقية 80 مليون، كوليبالي 45 مليون، إدوار مندي 32 مليون. السنغال تملك اكبر هذه اكبر جيل ذهبي يمكن ان يحقق البطوله، يمكن يعني هناك يعني دعنا نقول هناك لاعبين سابقين يصفونها بمنتخب البلجيكي التي تملك فعلا جيل رائع ولكنها لا تحقق البطولات. السنغال اليوم تصل الى البطوله للمباراه النهائيه للمره التاليه على التوالي، ولكنها تعلم جيدا انها يعني هناك ضغط كبير اكثر من المنتخب المصري لانها يجب ان تحصل على لقب. اكثر الاشخاص الذين هم في يتعانون ضغط في السنغال هو المدرب إيلو سيسي، مدرب السنغال كما تعلم أدهم. إيلو سيسي كان كابتن منتخب السنغال وخسر في عام 2002 عندما قيمة البطولة في أمريكا في جنوب أفريقيا، وخسر أيضا أمام المنتخب الجزائري في المباراة في السابقة، وهو هذه فرصته الأخيرة. نعم، وإذا خسر سيصبح المدرب الأول في العالم الذي قد يخسر ثلاث بطولات، مرة كمدرب، مرتين كمدرب، ومرة كابتن. لذلك هناك ضغط كبير على السنغال، وهذه المرة الأولى التي تأتي السنغال منذ الحاج تيوب الذي كان أيضا لعب أيضا في ليفربول. لم يكن هناك نجم قوي في السنغال كسيدو ماني. أريد أيضا أن نتحدث عن نقطة مهمة لورين. هناك عدة لاعبين في المنتخب السنغالي كاليدو كوليبالي، كعبدو ديالو من باريس سان جيرمان، وكبابا جوي من مارسيليا، وكيتا بلدي من كالير الإيطالي. هؤلاء لاعبون في العام 2016 عرض عليهم ديدي شامب المدرب الفرنسي أن يستقطبهم إلى دوري اللي يلعبوا في المنتخب الفرنسي، ولكنهم رفضوا وفضلوا اللعب. طبعا هناك أقوال تقول بأنهم فضلوا يأخذوا دقائق أكثر في المنتخب السنغالي. أدهم، أشار وسام إلى الفرق الكبير في القيمة السوقية، هل برأيك سيؤثر هذا؟ طبعا لا، وبالطبع أنا أريد أن أتطرق إلى ما قاله يعني السيد هاني سليمان في هذه النقطة. أولا أنا لا أتفق مع هاني فيما يتعلق بنقطة المدرب. أثبت المدرب كيروش على الرغم من كل الانتقادات التي يعني كانت من قبل الإعلام المصري من الجمهور المصري، أنه استطاع أن يقود منتخب مصر الذي واجه كبار القارة، منتخب الكاميرون، منتخب ساحل العاج، منتخب المغرب، أطاح بهم ووصل إلى النهائي. وهنا كان نجاح كيروش في هذه المرحلة بأنه استطاع إسكات الجميع من خلال وصول المنتخب المصري. المنتخب المصري وصل إلى المباراة النهائية منذ ثلاث مباريات من 120. ليس من السهل أن تلعب ضد الكاميرون صاحب الأرض. ولكن على الرغم أنا أريد أن أضيف نقطة أيضا هامة، ولذلك لا أتفق أيضا مع هذه النقطة. منتخب مصر أكثر المنتخبات التي تعرضت للإصابات. استطاع محمد الشناوي الذي أصيب، أحمد حجازي الذي أصيب، أيضا المدافع في المباراة الأولى، واستطاع كيروش على الرغم من كل الانتقادات أن يجمع. ولورين هناك نقطة هامة، ليس من السهل أن تدير منتخب على وقع صراعات داخلية في مصر مثل الأهلي والزمالك ومحمد صلاح نجم ليفربول وكل هذه المنتخب، أن تستطيع بناء منتخب. غرفة الملابس مع المنتخب المصري هي غرفة بريئة جدا، نظيفة جدا، هناك احتواء لكافة اللاعبين، واللاعب وجميعهم استطاع أن يقود المنتخب حتى المباراة النهائية. ولكن في هذه المرحلة أنا أعتقد أن المنتخب المصري، وهذا عودة إلى السؤال والقيمة السوقية، منتخب المغرب من حيث القيمة التسويقية والسوقية لربما هو أكثر من منتخب مصر، ولكن قوة مصر تكمن في الروح القتالية، الاستبسال على أرضية الملعب، وهذا ما حققه المنتخب المصري. نعم، للعود إلى أن أفضل مستوى قدم هو منتخب المغربي، ولكنه بقي على الإطراءات. لذلك المنتخب المصري لم يقدم المستوى المطلوب، لذلك كان هناك نقد شديد لمدرب كيروش. هي مباريات نوك أوت. نعم، ولكن أستاذ هاني عودة إليك، المنتخب
المصري كان قد طلب من الاتحاد الإفريقي يوم عطلة إضافية للاستعداد وتم رفض ذلك. هل برأيك سيؤثر هذا على لياقة اللاعبين اليوم؟ نعم لم أسمعك السؤال مرة أخرى. نعم سأعيد السؤال. المنتخب المصري كان قد طلب من الاتحاد الإفريقي يوم عطلة إضافية يعني للاستعداد وتم رفض هذا. كيف سينعكس هذا اليوم على اللاعبين ولياقتهم؟ بالتأكيد المنتخب المصري منهك 3 مباريات وقت إضافي منهم مباراتين ضربات ترجيح، وبالتالي اللاعبين منهكين بقوة خاصة في ظل وجود غيابات وإصابات، وبالتالي هذا سيؤثر بشكل كبير خاصة المنتخب السنغالي اللي له أفضلية يوم إضافي علاوة على أنه لم يدخل أوقات إضافية مثل المنتخب المصري، وبالتالي المنتخب السنغالي أكثر استعدادا. لكن في النهاية زي ما قلت ما سيحسم الموضوع ليس القيمة السوقية أو أي عوامل أخرى بقدر ما هي الروح القتالية الموجودة لدى المنتخب المصري. ودعيني أعلق في عجالة أن المدرب كروش أنا لا أريد أن أبخسه حقه، ولكن في النهاية العامل الأكثر تأثيرا هو الروح الجماعية والمجهود الخاص باللاعبين، ولكن ليس معنى ذلك أن المدرب ليس له دور، ولكن لن يكون غيابه المؤثر القوي في هذا الإطار. وبالتالي هذه فرصة كبيرة للمنتخب المصري لكي يحقق انتصار تاريخي رغم الأفضلية السوقية أو النسبية للمنتخب السنغالي، لكن في النهاية الروح هي كلمة السر وهي العامل المؤثر في هذا اليوم. نعم أذهب قبل يعني أن تعقب أعيد نفس السؤال، رفض الاتحاد الإفريقي أعطاء يوم إضافي للمنتخب المصري هل سيؤثر برأيك؟ لا شك بأن المنتخب المصري الذي لعب يعني بالأشواط الإضافية سيتأثر وتأثر بالإصابات، يعني الإصابات هي دلالة على أولا على الضغط المعنوي الضغط البدني، وأيضا ليس من السهل أن تعيد اللاعبين من اللياقة العالية، أنت لا تلعب فقط 90 دقيقة، هناك تدريب، هناك ضغوطات، هناك حالة طقس، هناك لعبت ضد منتخبات قوية. ولكن منتخب مصر لديه مفتاح لا يملكه أي منتخب إفريقي وهو في حراسة المرمى. أبو جبل عندما ذهب المنتخب إلى ركلات الترجيح ضد منتخب الكاميرون استطاع باستبساله وقيادته وأيضا روحه بأن يصل مع المنتخب المصري للمباراة النهائية. وأعتقد اليوم بأن قوة المنتخب المصري هي في الحلقة الدفاعية، هذا المنتخب استطاع صناعة الفارق ليس عن طريق محمد صلاح، نحن ننظر لمحمد صلاح كنجم عربي كبير يلعب في الدوري الإنجليزي، ولكن أحمد الفتوح، عبد المنعم في الدفاع، أحمد الحجازي الذي أصيب بالإضافة إلى الحارس أبو جبل استطاعوا إيصال المنتخب بروح قتالية، ولذلك أراهن اليوم الحارس الثاني. وهذا الحارس الثاني ولكن الحارس الثاني على فكرة منتخب مصر دائما ما كان ولاد لحراس المرمى منذ الحضري استمرارا للشناوي إكرامي، وأيضا اليوم نحن نشاهد ولادة حارس جديد على فكرة هو حارس كان الحارس الثالث، لم يؤمن أحد بأن هذا الحارس سيكون الحارس هو لمنتخب مصر، اليوم هو بات محبوب الجماهير. نعم وسام تفضل تعقيب أخير. أخيب أخير أظن بأن هناك كما تحدث أدم هناك حالة ضغط كبيرة على كلا المنتخبين، ولكن أعتقد جيدا بأن قبل بداية هذه البطولة الجميع تحدث بأن هذه البطولة ستكون بطولة محمد صلاح اللاعب الذي أحرز الأرقام خيالية في الدوري الإنجليزي، ولكن كما تحدث ضيفنا هاني وكما تحدث أدهم بالفعل هذه البطولة أثبتت أن ليس فقط هناك محمد صلاح في مصر بل كانت الروح الجماعية الطاغية. هذا ما شاهدناه في المباراة الأخيرة، هذه المباراة لدى زميل أدهم حبيب الله عند تمام الساعة العاشرة لا الحادية عشر. نعم ينتظركم الزميل أدهم حبيب الله والزميل وسام كبهة ومن القاهرة المحلل السياسي هاني سليمان، شكرا جزيلا لكم أعزائي المشاهدين، نهاية هذه النشرة إلى اللقاء.